قلنا ايه؟ كرونولوجي كروس رومبي
طالع. خلي بالك ليه؟ لان البروثرومبين بيتخلق في الليفر خلاص اتفقنا. فالبروثرومبين تايم طبعا لما البروثرومبين بيقل البروثرومبين تايم بيبقى قربان. فالقاعده تقول لك ايه يا دكتور؟ لو العيان الاكيوت فايرال هيباتايتس كويس هتلاقي البروثرومبين تايم كويس. يعني ايه كويس؟ يعني الخلايا الكبد ملتهبه بس بالبلدي لا تزال تقوم بالفانكشنز بتاعتها. لا ده لما جينا بقى البروثرومبين ليفل هيقل والبروثرومبين تايم هيبقى برولونجد. دي باد ساين معناها ان الليفر فانكشن او الليفر فانكشنال ستيت وحشه. دي علامه مش حلوه. خلاص كده انا عشان بقولين بس خلي بالك انا قلت ايه على البروثرومبين تايم؟ عشان تتاكد ان هو مشكله لازم نعمل ايه؟ لازم نعمل ايه؟ اديله برضه فيتامين كي انجكشن. لان ساعات البروثرومبين تايم بيبقى برولونجد من الهيباتيك كوليستيزيس الهيباتوسايد ورمه فسده البيلياري سيستم اللي هو الانترا هيباتيك بيلياري سيستم. فانا عشان اتاكد ان القضيه في الهيباتوسايد فانكشن اشوف البروثرومبين تايم واروح مدي للعيان ايه؟ فيتامين كي. لو لقيت البروثرومبين تايم برضه بعدها ستيل زي ما هو قايل يبقى الهيباتوسايد تعبان. طيب طبعا ده زي ما قلنا ده كارثه. في حاجه اسمها برولونجد كوليستيزيس. انتوا عارفين الهيباتوسايد يا اولاد لما عملنا الهيستولوجي مره صفين الهيباتوسايدز بيبقى ما بينهم وايل كانليكولس. صفين الهيباتوسايد بينهم وايل كانليكولس حلو كده. فكل ما الهيباتوسايد تورم يحصل كوليستيزيز فتلاقي البلومين يبقى عالي شويه. ففي بعض حالات تلاقي الجوندس طولت البلومين لسه عالي. طب ايه الانزيمات؟ الانزيمات بقى اللي هتدل على الكوليستيزيز هنا ايه؟ هلاقي ترانسامينيزز هيديت بس لا يزال الكلاين فوسفاتيز عالي. فيجي راجل يقول لك يا دكتور انا دلوقتي يعني الصفرة مش عايزه تروح والبيلروبين عالي الكلاين فوسفاتيز عالي بس الترانسامينيز بقت كويسه. ده معناه ايه؟ ان الهيباتوسايد ورمى لسه شويه. عارف انت لما واحد كده اتنين فينا عارف اتنين يتخبطوا هنا كده ياخد خبطه اللي هو على الحته دي كده اهو جامده هتلاقي وش ايده ده هيورم الاتنين هيورموا. فواحد الورم بتاعه بيسبسايد والتاني لسه مورم شويه. فانا اقول له ايه؟ معلش يا حبيبي اصبر شويه الورم هيروح. يبقى الكوليستيزيس ايه حله؟ جاست ريأشورانس بس خده اطمئن انت بخير بس الموضوع هياخد شويه وقت كده فوق اسبوعين ثلاثه يا بابا وتعالى تاني وهتبقى كويس بس هو ده كده. لكن مش هديله حاجه قوي يعني. طيب نيجي بقى لحاجه اسمها ريلابس. احنا تابعنا المريض فكروني بقى كان الانزيمات عيل ايه؟ اس جي او تي واس جي بي تي. مين اللي نزل الاول؟ فاكرين؟ الاس جي او تي نزل الاول عشان هو شورت هاف لايف فقعدت اتابعه بالاس جي بي تي بقى فتره. فالاس جي بي تي نزل بيز لاين خلاص بقى كويس جدا. بصيت لقيت العيان جاي يقول لي ايه؟ بعد فتره كده بعد شهر كده والله يا دكتور يعني مش عارف حاسس ان انا تعبان وعندي فتيل كده رحت عامل له الاس جي بي تي لقيته بدا يعلى تاني. ده اسمه ريلابس. الحل ري اشورنس قول ان شاء الله هتبقى كويس برضه. بس هو طب ايه اللي عمل الريلابس ده؟ هنشوفه في العلاج. في العلاج الرئيسي هنا العلاج الرئيسي هو حقيقه ريسك
لازم مريض الفيرال هيباتايتس يريح في البيت شويه، لازم بس كده. وهنشوف ازاي في العلاج. فهو الواد ده زي ما تقول ايه يعني عمل يعني بريماتيور او ايرلي اكتيفيتي. في ناس اصلا بتزهق لما تيجي تقول له ريح في البيت شهر، ريح في البيت اطراف البيت بتاع شهرين، فطبعا يلاقي نفسه يعني هزهق، عايز انزل، عايز اروح، عايز اجي، هنشوف الحكايه. فانا هنا هزعق له يعني، بس هزعق اقول له ايه؟ طبعا مش تقول له لا حبيب معلش وبتاع، لا هنا بقى هتقول له معلش يعني ري اشورنس، بس هتزعق له. انت لازم تعرف انت تزعق، ولا انت يعني انا هقعد اذاكر كده خلاص ازعق امتى؟ ري اشور امتى؟ فهمت ازاي؟ اقول له طبعا هو حلو، انت شكلك بدات انت نزلت، يقول لك اه صح نزلت وعملت ومش عارف، لا كده ما ينفعش، بص ما ينفعش، انا بقى مش مسؤول عنك بعد كده، لو سمحت تقعد في البيت شويه، انت حر بقى. هو ده ازاي؟ مش هزعقه واروح بعد كاس ضربه يعني. فتلاقي راجل انت مجرد ما الدكتور بس يبتدي وشه يقلب تلاقي العيان بيعمل كده. خلي بالك ليه؟ لانك انت العيان. طب حاضر حاضر، اي وقت بس خلاص. وتجيلي بعد كام من بعد 3 اسابيع اشوف التحليل. انت قفشت معايا بقى شكرا. يعني عيان ماشي بقى، ما في عيانين بيبقى داخل لازم انت ساعة الجد عشان مصلحته تشده شوية، بس ما تخلوش جاي بس. طيب. في بقى حاجة اسمها بوست هيباتايتس سندروم. ايه رايك انت كطالب يعني كطالب؟ وبعدين برضه معلش يعني بيبقى الواحد يعني الدكتور او الطالب، الطالب يبقى اكتر، عشان كده في حاجه اسمها الميديكال ستودنت سندروم، مش في حاجه اسمها كده؟ ايه الميديكال ستودنت سندروم؟ الواحد بيقعد يعني كل ما يعني ما يحصل له حاجه يقول لك انا عندي كذا، ويتهيأ له انا عندي المرض الفلاني، مش كده؟ الحاجات اللي احنا عارفينها التكييف شغال بالفعل مش كده؟ ولا تهديها بتهدى منين دي؟ معرفش كده خلاص جامده قوي. طيب فطبعا العيان ده هنتخيل ان هو ايه؟ طالب. طالب فالواد ده جاله فيرال هيباتايتس، الواد زي ما تقول ايه بقى؟ يجي له لما الطالب يجي له فيرال هيباتايتس هيقعد يفتح الكتاب يشوف ايه الموجود ويقعد يقرا الكومبليكيشن، ويبتدي الواد بقى يحلم احلام مزعجه. انا حلمت يا دكتور ان انا جالي اسايتس، انا دكتور حلمت ان انا جالي هيباتيتس، حاجات بتتكلم كده بيحلم بيها. تمام؟ فالواد بقى هيحصل له ايه بقى؟ هيحصل له ايه؟ الواد مع المتابعه الانزيمات بقت مرنه اباوت ناتي بقى نورمال او بقت نورمال، بس هو ما زال يشكو، انا تعبان، انا همدان، حاسس ان جنب اليمين وجعني الدكتور، وتقعد تعمل له انفستيجيشن مفيش حاجه. امال ده ايه؟ قول له بص حبيبي انت بس يعني ودعت في دماغك انت، فبليز انسى الموضوع خالص، فورجيت تماما وعيش حياتك بشكل طبيعي، وبرضه انا هتابعك برضه ما تقلقش. لان في ناس على فكره يعني برضو طبقنا عليهم الحكايه دي طلبا، بس الواد ده كانت الانزايمز بتاعته اباوت ان هي تبقى نورمال، ما نزلتش نورمال، خلي بالك الواد. فالواد ايه بقى؟ لما الانزيمات مش عايزه تنزل تنزل تنزل، فانا قلت له ايه؟ طب بقول لك ايه؟ طب ما نمشي زي كده يعني، احنا هنتابع الانزيمات لحد ما تتم 6 شهور. ازاي؟ شوف القصه دي. طبعا 6 شهور ده مش كلام نازل بالسامع يعني. فالواد تم 6 شهور والانزيمات لسه ايه؟ زايده شويه. لقيت الواد جاي يقول لي يا دكتور انا بقيت في السادس. والانزيمات عاليه. فبيني وبينك الواحد قلق، قلت له بقول لك ايه؟ بص انت اهدى ان شاء الله كل خير، بس ايه ده اللي هو بوست هيباتايتس، ما تخافش بس هو الانزيمات عاليه شويه. فالواد برضه يزاول. قلت له بقول لك ايه؟
انت تروح لحد بقى بتاع هيباتولوجي ابعد عني ووصلت له دكتور كده كويس عندنا اساس بقى كبير وراجل عنده قال له ده ميديكال ستودنت سندروم ده بوست امبارتال سندروم اصبر شويه ربنا يسهل يا بيه مش قادر انا بنامش طب عايز ايه يا ابني عايز اعمل ليفر بايوبسي اصبر هو طلب كده عايز اعمل ليفر بايوبسي تعالى راح اعمل ليفر بايوبسي طلع ايه كرونيك هيباتايتس يعني اقصد ايه ما تبقاش يعني ما تقعدش تتحرفك زي ما برضو ساعات واحد يضغط فانا برضو هنا هو كان عدى ست شهور بشويه كان ممكن يستنى برضو حرص ما فيش امرجنسي ممكن يستنى سيب سبع اشهر تمن اشهر ايش شغلانه نورنا ايه ما انت كويس اهو بقيت كرونيك هتصرف تصرف هو سبب في اعمل البايوبسي بدري عشان هو ايه هو الان في برضو حاجه كده اللي هي اسمها ايه بقى بص الهيباتوما دي هي الهيباتوما دي معناها ايه افتح قوس كده افتح قوس كده وجيب الهيباتوما عشان تفهم المعنى ان مش هي مش الاكيوت قول له لا هو اكيوت اكتب بين قوسين اكيوت هيباتايتس ادت الى كرونيك هيباتايتس ادت الى ليفر سيروزس ادت الى هيباتوما يعني القصه مش الاكيوت ازاي هي دي سيكولي هتحصل بعدين مش اثناء الاكيوت هيباتايتس الاكيوت بقى كرونيك بقى سيروز وبعد كده جاله ايه طيب انتوا فاكرين جيلبرت سندروم قلنا عليه ايه؟ قلت انا ايه على جيلبرت سندروم؟ قلت ان هو ديفكت في ايه؟ يعني هناخده لسه ديفكت في الابتيك بتاع الليفر للبلوروبين هو الليفر بيعمل ويتش بلوروبين بيابتيك مين؟ الانتون شوكيت حلوه وقلنا ان الليفر ده بيبقى نورمال تماما بس تلاقي الواحد فينا كده عنده ايه؟ عنده الاندايركت بالروبن بيبقى مثلا نقول ايه؟ ثلاثه اربعه وبس ما عندوش حاجه خلاص وقلنا ايه الكومنست كوز اللي بيخلي الاندايركت بالروبن يعلى؟ ده هو الكومنست كوز اللي هو الهيموليسيس ولما نلاقي مفيش هيموليسيس بنفكر في مرض جيلبرت خلاص كده طيب الجيلبرت ده مرض مش رير الجيلبرت هو مرض مش نادر لا موجود زي ما قلت لكم فايه رايك ان الواد جيلبرت ده الواد اللي عنده جيلبرت هو انسان زينا كلنا راح دخل كان اكله خد اكله راح جاي له هيباتايتس ايه يعني هنقول هيباتايتس حصلوا جنب هيباتايتس ايه فالدكتور عمال يتابعه الانزيمات نزلت كله تمام البلوروبين نزل كده شويه ووقف عند 3-4 بس لقيته ايه بقى؟ لقيته مينلي ان كونجوجيتد ايه يا ابني؟ انت عندك هيموليسيس ولا انا مش واخد عملت له تحليل الهيموليسيس ما لقيتش الهيموليسيس يبقى عارف اقول له ايه؟ هقول له انت جيلبرت بس الفايرال هيباتايتس هي اللي اظهرت هذا الموضوع باي تشانس عشان كده مكتوب ايه عندك؟ ان الفايرال هيباتايتس مي بروت جيلبرت سندروم تو لايت يعني اظهرت الجيلبرت وخليته واضح نور الراجل كان جيلبرت وهو لا يعلم يبقى ساعات يحط في يحط بقى المعلومه دي ان هي ايدس الواحد يجي يقول لك مريض عنده اكيوت فايرال هيباتايتس بص اكيوت فايرال هيباتايتس حلو وبعدين الفولو اب اظهر ان الاس جي بي تي بقى نورمال خلاص كده والهيباتايتس بي سيرفيس انتيجن باعتبار ان هي هيباتايتس بي السيرفيس انتيجن اختفى يعني الواد بقى ايه؟ الواد خلاص بقى ده حلو بس البلروبين اربعه وخلاص بيروح كاتب لك الفراكشنز الاربعه دول فيهم واحد ملي دايركت او نص ملي دايركت والباقي كله اندايركت
ايه البوسيبيليتي اللي انت تفكر فيها؟ هل هو بقى كرونيك؟ هل لا؟ ده جيلبرت. ده جيلبرت اتفقس بالصدفه. خلي بالك انا بحكي لك مهم جدا. ده مهم خالص. طب يجي بقى الكومبليكيشن بعد كده. البقيه ايه بقى يا جميل؟ البقيه اكسترا هيماتيك. الاكسترا هيماتيك ده بتجيب لها دي بقى بروبلمز. نعملها لك بروبلم. يعني تيجي بروبلم سولف. وانت عندك كام بروبلم في الامتحان؟ ايه كام؟ تعرفوا؟ كام؟ 150. والله العظيم. على فكرة مش انتوا عارفين، انتوا بتقلدونا. احنا اللي بنعمل البروبلم يا شباب. صلاة. احنا عندنا بروبلم من سنة كام؟ من سنة 83. يا ريس. عشان ده مؤاخذة. بعد كده دخلوا عليها الام سي كيو. بين البروب والام سي كيو وريتم عادي. بوم بقى من ثلاث سنين كده او من سنتين كده شال الريتم. قال لك الريتم ده مش لازم. شال خلاص. شويه كده هيشيله لي بس اصبر. بعدوك يعني بشوية؟ يعني مش ما اعرفش طيب بس يعني لا احنا لما جينا لقينا الريتن الاس العادي اتلغى قصة دكتور صادملي بدون مقدمات اثناء العمل الدراسي. يا جماعه على فكره امتحان يا جماعه هيبقى مسكيو قبل امتحان باربع اشهر. بعدين اصلا مفيش روح ضرب القرار ومفيش لك ايه المشكلة يعني؟ عادي مش عندك كده كله بس على فكرة انت عايز رأي؟ انت عايز رأي؟ انا ليه رأي في الحتة دي؟ رأي ان الريتنج يبقى موجود برضه بس يبقى شورت كيس اسئلة قصيرة جدا والله حاجة فيري شورت يعني ما تطولش عليها في الريتنج. فرص حلو شوية عشان 56 بس برضو ظريف. في ناس بقى رأي يقول لك ده كلام فيه على ما أعرفش. أصلا يا دكتور بص هو الكلام بص إيه وبي وحاجات كده. خليك بس معايا. هو الكلام جاي من منطلق ليه هما كده؟ يقول لك أصل يا جماعة إحنا بندرس الطب بالعكس. يعني إيه؟ بذاكر اكيد الفطايز بذاكرهم كده اوكي. العيان بقى يخش لك العياده يقول لك يعني مساء الخير يا بيه انا عندي ليفر سيروسس. افتح بقى ليفر سيروسس وشوف هنعمل ايه. الطب مش كده هو اللي بيشتكي الحاجات وانت هتوصل ان هو ليفر سيروسس. فانت ماشي بالعكس انت كده ماشي عكس لذلك تطلع للجهاز تواجه العيان مش عارف كده احنا مش عارف انا حافظ كويس جدا وجايب امتياز انا من الاوائل. شوف اسم الكل علينا مش مشكله. الاكسترا هيماتيك دي بقى بروبلم. اول مشكله ابلاستيك انيميا. ابلاستيك انيميا علم بقى على اللي انا عاوزه اللي انا عايزه كبروبلم. كلمه ابلاستيك انيميا دي مهمه. في بقى عندك هنا شولان بيرفا اوكي علم كمان على اللي هو الارثرايتس والبنكرياتايتس وكلمه الكرايو جلبرمينيا اكتب بين قوسين بالذات مع الفيروس سي كرايو. كلمه كرايو جلوبين يعني ايه؟ يعني هو عنده انتي بوديز في الدم بتبقى نشيطه في المعمل في درجات الحرارة المنخفضة. يعني مش هي انتي بودي ساعة لا يعني هو انتي بودي ان فيترو بيبقى اكتف معمليا في درجة الحرارة المنخفضة عشان كده سموها كرايو. خلي بالك بقى مش فاهم برضه. ما هي كرايو يعني كولد بارد مش كده بارد. جلوبرينيا يعني انتي بودي. لقوا ان الناس اللي عندهم فيروس سي بالذات الفيروس بيخلي الجسم يطلع انتي بودز غريبه
خلاص اللي هو بيعزلوها من السيروم بتاع المريض خلاص كده اهوت، وبيجدوا يعني لقوا هذا الانتي بودي فيري اكتف ان فيترو في درجات الحراره المنخفضه. مش انتوا سمعتوا زمان في كده يعني كان يقول لك ايوه كولد انتي بودي وورم انتي بودي؟ يعني ايه كلمه كولد وورم؟ يعني مدى نشاط الانتي بودي في درجه الحراره. الانتي بودي بينشط في درجه حراره الاجسام الطبيعيه 37 ده اسمه وورم. لما ينشط بس ان فيترو، لما ينشط في حرارة منخفضة سميها كولد. كرايو يعني بيبقى نشيط في حرارة في درجة حرارة بالماينس. ده كلام عملي ما يهمنيش. تقصد انا عامل حاجة انت شفت حاجة؟ استنى يا ابليس. كرايو ده تاخد تخصيص روماتيزم. الكرايو دي هتعرف ايه مشكلتها، بتعمل حاجات كتير بس مش عايزين ده عشان ما تدربكش دماغكم يعني. فدي بس بصراحة عشان استنطق بطنة متتابعة. لو انا سبت نفسي فروح داخل كذا برانش وانا قاعد ده اوكي، يبقى الكرايم. وهتعلم لي كمان على اميون كومبلكس بولونير ديفرانس. يعني ايه بقى دكتور؟ كلكم عارفين يعني ايه اميون كومبلكس بولونير ديفرانس اللي هي ايه؟ اشهر واحدة خدتوها ايه في حياتكم؟ بوست ستريبتوكوكال بولونير ديفرانس صح؟ ستريبتوكوكال انتيجين ده خلفيه. طلع ستريبتوكوكال انتي بودي راح عاملين اميون كومبلكس بولونيرنيفرايتس انتيجين انتي بودي كومبلمنت راح عاملين كومبلكس. يعني ايه كومبلكس؟ يعني اميون ميديتد رياكشن من انتي بودي وانتيجين وكومبلمنت جوه البولونيرلس. فحصل البولونيرنيفرايتس. لكن كان ده كله مهم قوي. ليه بقى؟ لان انتوا عارفين البولونيرنيفرايتس بتقلب لايه؟ ممكن تعمل نيفروتيك سندروم صح ولا لا؟ اروح انا اجيب لك بروبلم فايرال هيباتايتس وهو اروح اعمل لك نيفروتيك. هو البروبلمز كده بيشوفك انت بقى فاهم ولا لا؟ بال حضرتك؟ طيب وايه كمان؟ حاجه اسمها اميون كومبلكس فاسكولايتس. كلنا نذكر مرض اسمه ايه؟ اسمه بولي ارترايتس نودوزا. بولي ارترايتس نودوزا لو تفتكروا الاسم ده طبعا اللقاء فيه مفيش داعي. والحاجه الغريبه بقى بصوا بقت موضه يا اولاد بولي نيوروباثي. هيجينا ناس كتير جدا مثلا بقى حضرتك في ناس ماشيه كتير في الشارع كرونيك هيباتايتس سي او ما اعرفش ليه؟ ليه؟ الليبر ربنا خلقه كبير الليبر بتاعك فيه ريزيرف. فتلاقي واحد عنده كرونيك هيباتايتس سي بقاله مثلا 15 سنه ولا هو يعرف حاجه والحاله مايل والدنيا ماشيه. يجي يقول لك انا عندي تنجلينج ونمبس. اشهر مرض بيعمل بريفر نيوروباثي الدياميتس. نقعد نحلل بقى ما تلاقيش عنده حاجه خالص الا هيباتايتس سي او هيباتايتس بي وما يعرفش يبقى الموضوع سببه ايه. طيب فنحط بقى ثلاثة بروبلمز كده معلش على شمالك، كل بروبلم سطر ونص. يعني انا بديك فكرة البروبلم عشان المخ بقى يشتغل. انا اقول لك ايه؟ رص الكومبليكيشن، رص هترصها. طب اعمل لك بقى بروبلم، نفسك انت ايه بتلو؟ طب وبعدين؟ احنا ايه بقى؟ مش كده؟ اكتب يا سيدي. كيس او فايرال هيباتايتس مثلا او فايرال هيباتايتس بشكل عام. على فكره ممكن دي تحصل في بين قوسين A او B او C. الايه بيعمل حركه بريزنتد بايه؟ خلي بالك فتيك همدان وعنده بالور والهيموجلوبين طلع 9 جرام يعني انيميك يا حلو وبين قوسين نورموسيتك نورموكرونيك انيميا. تمام هي دي بروبلمز اللي هي بتبقى موجوده فين بقى في كل الكتب الاجنبيه. هي دي بروبلم اي بروبلم اي حد بيجيبها حبيبي بيجيبها في الكتب دي عشان تبقى الصوره سهله.
عشان حد بيقعد يألف من فوق، ولو ألف هو مش بيألف، هو بيقلد البروبلم اللي الناس كلها عارفاه. يعني حد مثلا اوكي. وبعدين هي الأبلاستيك أنيميا مش هي بتعمل بان سايتوبينيا، تروح تعمل كوما بليتليت كاونت 80,000 يعني واضح. توتال ليكوسيتيك كاونت مثلا نقول ايه بليتليت كاونت 80,000، توتال ليكوسيتيك كاونت مثلا 2500. يبقى هو مديني ايه؟ مديني فيرال هيباتايتس زائد كلمة واحدة بان سايتوبينيا، كله بس الفيروس عمل أبلاستيك أنيميا، شكرا خلص الموضوع. ما تش بعرف كده. ده في واد ابن أستاذ عندنا، الواد ده يعني بص هو ايه جاله هيباتايتس ايه كان واحد ثانوي كده، ودخلوه بقى المستشفى عندنا دي عشان في تخصص ده. والواد عنده ايه انيميا جامدة، وبعدين لقينا الانيميا ابلاستيك انيميا يعني حاجه تخوف. انا خلصوا فيه ايه، طلع الموضوع كله ان هو جاله ايه عنده هيباتايتس ايه، ابوه كان بيعمل كده بقى. طلع هيباتايتس ايه، والهيباتايتس ايه لما جات له سب اكتريك يعني جاله المايل فورم اللي هو ما بيعملش جوندس، بس الفيروس راح منشل على البومه. طب ايه الموضوع؟ ان شاء الله هنا البروجنوزس هيبقى كويس، لانه انت لما تروح للهيماتولوجي هيجي يقول لك ايه من اشيع الاسباب اللي تعمل بون مارو ديبريشن الفيرال انفكشنز، وخصوصا بعض الفيروسات دول من ضمنها الايه والبروجنوزي. ايه بروبلم الثانيه؟ كيس او فيرال هيباتايتس سواء بي او سي، وجال العيان بريزنتد بايه بقى جميل؟ بايبيجاستريك بين رادييتد للباك. يبقى عنده ايه حل؟ بنكرياتايت بس خلاص خلص. تروح كده للاسباب البنكرياتايت هتلاقيها السنه دي بطنه وفكراحه، هتلاقي فيروس كل الاسباب. يقول لك زي مين؟ يقول لك راجل ده فيروس بي وسي شغالين بالذات السي ابن اللذين. نعمل كمان بروبلم فيرال هيباتايتس ومعاها ارثروباسي. فيرال هيباتايتس ومعاها ارثروباسي دي برضه عشان انت ما تندهش. طب ايه سبب الارثروباسي دي؟ قول له الفيرال هيباتايتس بتعمل كده عشان بس تبقى انت قريب. الحلوه بقى هي دي اللي احنا بنحبه ويجيبوها كتير، هيجيب لك فيرال هيباتايتس الجسم الخارجي يبقى فيرال هيباتايتس سواء بي او سي. خلي بالك بي او سي، والعيان حصل له ايه بقى؟ زائد بقى لور ليمبي اديما وبافنس في الفيس. بقول لك يا دكتور على رجلي ووشي وارد يورين اناليسيس لقينا فيه ايه يا اولاد؟ ها البوميوريا. فيجي يقول لك يعني رايك ايه؟ اصل الدياجنوز هتقول له دي ايه؟ فيرال هيباتايتس ومعاها اميون كومبلكس بوليميرونيفرايتس. الفيرال هيباتايتس ومعاها اميون كومبلكس بوليميرونيفرايتس. دي حاجات انا عايزه تبقى واخد بالك منها كويس قوي عشان في كده. طبعا احنا بقى ما نيجي نروح للكيدني وللهيماتولوجي هتلاقي الكلام ده مكتوب هناك برضه، فتلاقي العمليه بقى تلاقي ايه السيستمز بقى تقعد تقرب من بعض كده، وتلاقي الخريطه تبقى في المجمل، ونقعد بقى نتكلم مع بعض بقى حكاوي كده بروبلم كده من فوق كده نقول طب في بروبلم كذا هنفكر في ايه؟ طب ازاي مش عارف كده. مش بس بص يا ولاد، يعني انت لازم تاخد بالك من حاجه ان العيان ممكن يجيله فيرال هيباتايتس سب اكتريك خلاص، وهيجيله شويه سخونيه كده اسبوع وتعدي، والناس بتفتكرها ايه؟ ده انا كان عندي ناس للدم ده هو نلاحظ. فهو المريض اصلا يجي يقول لك ايه؟ بص يقول لك انا مفصل بتوجعني
بس هو جاي العيله كده ما فصلك توجعك من ايه بقى؟ دور انت يا دكتور مش انت مكتوب. انت عندك بقى روماتويد ولا انت عندك بقى اليوبس ولا انت عندك ايه؟ عشان كده بنروح عاملين ليست انفستيجيشنز على طول من ضمنها مثلا في الحالات دي الفيرال ماركرز. يجي مريض عنده بوليمير نيفرايتس جاي بنيفروتك سندروم، هتشوف التحاليل في النيفروتك سندروم بنطلب ايه؟ كيت وكيت وكيت وفيرال ماركرز. خلي بالك الفيروس ده البي والسي دول مالين البدن وعاملين مشاكل في كل السيستمز. اوعى تفتكر ان هم حاجه ليفر بس، لا بيعملوا مشاكل. يبقى انت كده طلعت المعلومه النهارده ان الفيروس بي والفيروس سي بيبوظوا الليفر والكلى والكدني. ممكن يبوظ الاثنين يا بابا. وممكن الحاجات بتاعت الكدني تبات قبل الليفر عشان تبقى عارف. لان الكلى لما بيحصل فيها مشاكل من دي تلاقي المريض يورم بسرعه، لكن انا وشي وارد فيه ايه؟ تجري تعمل له تحليل بول تلاقي فيه زلال. فاهمين يا ولاد ولا ايه؟ يعني البنكرياتايتس بيبقى من الفيروس نفسه. الارثرايتس بيبقى اميون رياكشن. بس هو قصدي بتسالي اسئله جميله، بس هو الاسئله دي هتلاقي الاجابات بتاعتها كلها موجوده في البرانشز بتاعتها. خلي بالك احنا ذكرنا الهيماتولوجي والروماتولوجي والجي اي وكده، لكن هو اهم حاجه واضحه اللي هي الحاجات الاوتو اميون ميدييتد اللي هي البوليمير نيفرايتس والفاسكولايتس بالزيروز. دي مهمه جدا. نيجي بقى جميل الانفستيجيشن. احنا الحمد لله قلناها. ايه بقى الانفستيجيشن دلوقتي يا سيدي؟ بص لما ندرس البيليروبين ميتابوليزم هنفهم الايه جزء اليورين ده. فانا اليورين اكتب جنبه انظر الجونس. بس انا اقول لك حاجه، ممكن تقول لي هو العيان بتاع الفيرال هيباتايتس مش هو عنده كوليستيزيس؟ يعني عنده بيليري ايه؟ اوبستراكشن. يبقى ويتش باللروبين هو اللي عالي؟ دايركت. الدايركت باللروبين بينزل في البول، صح ولا لا؟ وعشان كده اقول لك ايه، عندك دارك يورين ومكتوب كلمه ايه؟ باللروبينوريا. كلمه باللروبينوريا يعني الدايركت باللروبين هو اللي نزل في البول كده خلاص. وعلى فكره دي من الحاجات اللي هي بتعتبر اكتب عليها ان هي بتبقى احيانا ايرلي. يعني المريض يقول لك مش عارف انا البول غاب كده. دي مثلا بقى ايه؟ بيبقى ايه؟ هو بيبقى شبه العرق سوس بس يبقى مخفف شويه. خلي العرق سوس بس خففه كده بشويه ميه، هو ده المنظر. المنظر كده. اوكي؟ طيب. انت بحد يقول لك انا البول عندي غاب، يعني هتعمل ايه؟ ها؟ لا هتعمل ايه؟ اعمل تحليل بول. هيروح يقول لك ده في باللروبين في البول، خلصنا، تعالى بقى. والعيانة ما بيشتكيش حاجات تانية يا جماعة، افهم الميديسين كده. مش هيجي يقول لك أنا عنواني، هتلاقي المريض داخل لك ومعاه يافطة. أكيوت فايرال هيباتايتس. لا. هيجي لك ببلاوي سبب، يجي يقول لك إيه؟ والله يا دكتور لون البول غاب. يعني هو بيشتكي من مشكلة هجيبها من الانفستيجيشن. طب اعمل تحليل بول، مش هتلاقي. هل ده أر بي سي؟ ولا هل ده باللروبين؟ الحكايه. طيب امسك بقى الايه؟ الانزيمات. انتوا قولوا من دماغكم وما تبصوش بقى. احنا خدنا الانفستيجيشن قبل كده، ما انا كنت بديها ليه؟ عشان نرمي بقى الجراحه عشان ما اتكلم، خلاص بقى الموضوع كده اتفهم. تيجي يا سيدي الترانسامينيز اخبارها ايه؟ عاليه. عاليه. وهتبقى عاليه مايل ولا ماركت؟ ماركت. ليش؟ لان دي اكيوت، ده ممكن تتضاعف. عارف يا دكتور كم مره ضعف احيانا؟ ممكن توصل ل 100 مره ضعف. 100 مره ضعف يعني ايه؟ يعني هتسمع الافات. يقول لك يا دكتور ده الاس جي بي تي 3000 وهتسمع ارقام كده 1600 ممكن تبقى 700 يعني مئات والاف. طيب الكلاين فوسفاتيز اخباره ايه؟ يعلى ولا ما يعلاش مع الفيرال هيباتايتس؟ انا قلت ايه؟ بيعلى بس بيبقى مايل
بيعلى بس بيبقى قايم. اللي بيشتري برضه هو نفس الأكلاتوس كاتيز موجود في السيل ميمبرين بتاع الهيباتوسايت. لما الهيباتوسايت بتتضرب بتخر ترانسامينيز جامد وتخر شوية الكلامبوس كاتيز بسيط من السيل ميمبرين. طب يا جميل، عايز تتأكد من حاجة كمان مهمة، البيلروبين هيبقى عالي وهيبقى في دايركت هو أكتر لأن الموضوع كوليستيزيس. طب الكلامبوس كاتيز أخباره إيه؟ ممكن ما احنا قلنا بيعلى، وعايز أتأكد إن الكلامبوس كاتيز جاب الليبر يبقى عالي جاما جي تي هيبقى برضو عالي. طب قول لي بقى دي لو سمحت كده بروثرومبين تايم تتوقع ايه؟ ها بروثرومبين تايم هيبقى نورمال ان شاء الله، نورمال. لو برولونجد يبقى حصل ايه؟ حلو طنش. يبقى حصل ايه؟ طنش. طب المتابعه قلنا انا قبل كده صح، قلنا ايه في المتابعه؟ قلت لك في المتابعه يا حبيبي انه الاس جي بي تي والاس جي او تي الاثنين عاليين، وانا بتابع مين اللي هينزل الاول؟ اس جي او تي عشان شورت اوف لايف صح كده. الاس جي بي تي بقى ممكن اكمل بيه المتابعه لحد ما ينزل بيز لاين، ولما ينزل نورمال ويرجع تاني هعرف انا ان هو حصل ايه نوع من الريلابس. طبعا السيرفس انتيجين يعني لو كانت ليه هيباتايتس بي احنا عرفنا قصه ايه، هو بيختفي بعد 6 شهور. فانا كده عملت لك مربع كده يعني بيقول لك ايه، نظم كلامك كيف تثبت ان فيه هيباتايتس هاي ترانسامينيز، كيف تثبت انها اكيور مارك انهيبيشن، وات اباوت ذا فانكشنال ستيت اوف ذا ليفر، مش هشوف بالقلب هشوف بالبروثرومبين تايم. طب الايتيولوجي ايه بتاع الاكيوت فايرال هيباتايتس، بتاع الاكيوت هيباتايتس فايرال ولا نون فايرال؟ فاي فايرال ماركرز اعرف العمليه، يعني لازم اثبت هيباتايتس اعرف ايه اكيوت. طبعا الاكيوت كمان بيبقى سيرم قلب بنقولنا ايه يبقى يعني ما بيلحقش سيرم قلب ينخفض. العلاج انت عارف العلاج ايه كده، اكتب فوق كده على العلاج بص ايه، اقعد في البيت يا ابني واتغذى كويس، اكتب الكلام ده اكتب يا حبيبي، ما ده اللي انت هتقوله بعد كده. ما انت عارف ايه اللي بيحصل، انا بعيد لك كل لفظ اهو. عارف العيال بتيجي عندنا بقى اللي هم الطلبه اللي هو العيال اللي متعينين جداد، يجوا لي يا دكتور بس انا عايز ابقى اجي عند حضرتك في العياده كده اساعدك كده 3-4 اشهر. هو عايز ايه؟ هو خلاص يعني بس عايز عشان اتعلم بس اتكلم مع العيالين ازاي؟ مش عارف اتكلم يعني عايز يساله حاجه كانت للواد ايه؟ عامل زي البتاع عامل زي المدفع مش عارف اتصرف. كل موقف له كلمه. ماشي يا ست الكل؟ تقول له ايه؟ اقعد في البيت يا ابني ريح وتغذى كويس يا بابا وارتاح. بس هنا اول كلمه لست مش لازم ريست ان بيد، لا يعني ايه؟ يعني انام في السرير يا بيه؟ لا مش في السرير يعني اقعد بس في البيت بس عايز اقعد. طبعا هتقول طب ليه بيقعدوا وليه بيرتاحوا؟ محدش فاهم، لكن دي من الاشياء الكافيه، دي من الاشياء الكافيه. بص يا دكتور، الريست في البيت لفتره طويله بتخلي الاميون سيستم بتاعك في افضل فتراته. يعني انت لما تقعد يعني ايه الفكره؟ انا هديك مثال لذيذ جدا. فتره الاستريس بتاعتكم جامده قوي بتبقى امتى؟ اخر سنه الامتحانات وجوه الامتحانات وسهر وتعب وعمال تذاكر بيحصل لك ايه؟ اللي يجي له بقى صور صوت واللي عمال يجي له بارد واللي عمال يجي له هيرفس واللي شعره عمال يوقع مش كده؟ كل ده من ايه؟ الاستريس. حتى العيال تبقى قايل امتحان كده بيجوا يراجعوا تبص في العيال يا ابني تقعد تعمل كده ليه؟ العيال تنيلك ليه؟ استريس فالنيون سيستم يبقى ضعيف. انا ما اقعد في بيتي واريح وامجد على سرير واقعد اكل واتفرج على التلفزيون اقعد اقرا شويه قران اعمل مش عارف ايه اخر مزاج مش عايزين مش عايزين بقى الكلام دي نمبر 1. طب الراجل بتاع الفيروس ايه؟ يريح شهر فيه يديله شهرين
عشان بس برضو يعني الايه يبقى الكورس بتاعه يعني ممكن بعد شهر شهر كده شهر وشويه الولد ممكن ينزل المدرسه. هيروح مدرسه امتى يا دكتور الولد؟ هقول له ايه؟ وبعد كمان شهر ممكن ايه يعني. وطبعا مع التحاليل ده في تحليل بيساعدني هنا البيلروبين بيقول لك هو المفضل. البيلروبين ليه؟ مش معنى البيلروبين انت حسبها الترانسامينيز الهاف لايف بتاعتها برضه بتطول خلي بالك حتى الاس جي او تي ما هو يعني لا هو قصير عن التاني بس طويل. لكن البيلروبين البيلروبين عالي ليه؟ هو عالي ليه؟ عشان الهيباتوسايت ملتهبه ومتورمه سوول. اول ما الالتهاب بيسبسايد والسويلنج بيقل بيبدا البيلروبين ينزل. هما يقول لك ايه؟ الجماعه الخبره بتوع الشي اي يقول لك اول ما البيلروبين يبتدي ينزل تبدا انت تطمئن ان الامور اوكي. طبعا برضه يعني تكتب جنبها برضه مع الديزاينز برضه تنزل الحاله العامه بقت حلوه انزل في التكرار. انت بالك دي خمس اسابيع كفايه عليك ان شاء الله خير وهتتابع. الفيديو ان شاء الله الاكل تقول له ايه؟ اقول لك لفظ الاكل بقى. طبعا هم كاتبين كلام كده محنتف شويه يقول لك ايه؟ يقول لك اكله كربوهيدرات. ليه؟ لانه اولا بلده وايزلي تو بي دايجستد برضه مش يعني ديسبيبسيا مش كده ولا ايه برضه؟ اكل خفيف خفيف يعني. مثلا ايه رايك في شوربه لسان العصفور؟ عارفينها ولا لا؟ طبعا لا تبدو احنا طبعا الناس الفئه القديمه زيها تقعد تشرب اي شوربه في المطاعم وتجيب شوربه طبعا انتوا عارفين الحاجات بتاعتكم مش عارف شوربه ايه ده؟ لسان عصفور عشان انا قديم يا مصر. اتنين الفات ايه عيب الفات يا ولاد؟ الفات هيحصل فات ديسبيبسيا لان الواد عنده ايه؟ كوليستيزيس. فالبايل ما بتنزلش كويس الى البيليري سيستم يبقى البايل ناقصه في الانتستين. لو انا اكلت دهون هيحصل لي ايه؟ هيحصل لي بقى ديسبيبسيا. والدهون بطبيعتها بتعمل نوزيا. انت لو تاخد بالك لما انت تاكل مثلا تورته عارف التورته لما تبقى تورته دي وعليها كريمه كتيره كده وانت تفضل تنتش فيها جامد نفسك بعد فتره ايه؟ يا اخي نفسي نامت عليا صح ولا لا؟ فما تديلوش بقى حاجه بتخلي عنده نوزيا لان الفايرال هيباتايتس نفسها بتعمل نوزيا. تمام. طيب البروتين بقى خد عندك اكتب على البروتين خطا شائع. خلاك من هذا الخطا خطا شائع في الاطباء. ليه يقولوا ايه؟ قلل البروتين. لا ليه بتقلل؟ كل بروتين طبيعي. انا ما قللتش البروتين الا لو دخل في فالمنيشن خلاص كده. وتلاقي الدكتوره ابو جهل ودول لسه موجودين منهم كتير لسه دول عايزين يجمعهم كده في حته ونخلص عليهم. يمسك الواد يقول له ايه؟ بص انا عايزك تاكل عسل نحل ومربى وعسل اسود كربوهيدرات وهديك حقن جلوكوز انترافينوس. مش عارف ايه ده؟ تلاقي عيان تخش عليه تلاقي الدبان اتلم عليه وتلاقي الواد يقول لك انا مش قادر مش قادر اعيش ايه الاكل ده؟ وقال لي ما تاكلش ولا لحم ولا فراخ ولا سمك دلوقتي استنى شويه. ايه يعني؟ ايه ده؟ ما ينفعش الكلام ده اصلا. اقول لك بقى حاجه لذيذه جدا. خد بقى الجمله الحلوه بتاعت الناس الكبار. اقول لك بص يا ابني كل يا حبيبي الاكل بشكل طبيعي. بص ما تقوليش كارب عضلات وكده. كل يا بابا بشكل طبيعي وتنزل كويس والاكل اللي يتعبك ما تاكلوش. مع السلامه. تفهم البق، البق ده ب 300 400 جنيه يا استاذ. البق الصغير. هقول له ايه؟ ايه يا دكتور؟ احنا برضه عايزين نتعلم الميديسن مع الحياه. طيب يا سيدي حد بقى الاستيرويد افتح قوس جنبها واكتب كونترا انديكيتد.
ليه كاتبها؟ أنا ليه كاتبها؟ هي اللاتي خلاص محدش بيستعملها، بس للأسف كانت زمان بتستخدم. تخيل بقى في الأكيوت فيرال هيباتايتس. طب مين يقول لي ليه؟ ليه بيستخدموها ليه؟ عشان ما هو الالتهاب في الهيباتوسايت يا ولاد بيعمل ايه؟ بيعمل كوليستاسيس. انا بدي كورتيزون ايه؟ انتي انفلاماتوري. هي فاكر وفاهمه كان الان ياخد الكورتيزون، انا فاكر ياخده زمان كان عامل كويس، بس انت يو مي فلير اب الفيرال انفكشن كمان جديد، بس انا كاتبها عشان تعرف ان هي كانت بتتاخد بس لا. وبالذات كانوا يدوها امتى بقى يا ولاد؟ عارف ابوس كان الفكر بتاعهم القديم يقول لك ايه؟ ما هو الفيروس خلاص تقريبا هبط، بس الواد عنده كوليستيزيس بقاله فتره طويله والهيباتوسايت ورمة، اديله بقى انتي انفلاماتوري عشان الدنيا تروح وبتاع. لا ما تديش ما تديش ما لهاش لازمه. في بقى عندك فيتامين، في عندك انتي انفلاماتوري بتساعد، يعني عايز ساعات تبقى نفس وجمع عليه وعمال يشم الاكل اللي مش طاير ريحه الاكل، اديله دومبريدون. دومبريدون اللي هو في السوق اسمه ايه؟ انتوسيد. وديليا وديليا. وفي الاخر لو عايز طبعا السيرو بقى بروفلاكسس، في حاجه اسمها سيرو بروفلاكسس بقى لو انت عايز تمنع، ده جزء من العلاج اللي هو الوقائي في حالات التعرض للفيروسات. خدنا احنا الايميونوجلوبلين، وبعدين في مربع بيقول لك يعني نو نيد للانترفيرون في الاكيوت فايروس خالص، ملوش اي قيمه خلاص كده، لان الاكيوت فايرال هيباتايتس هيخف هيخف بامر الله. لو ما خفش وقلب لكرونيك نتفهم، بس الجماعه اللي هم في بعض البلاد قالوا ايه؟ قال لك لو انت فقست. انا سالت سؤال، انهي فيروس اللي انا قلتهم ان هو عاده بيقلب كرونيك؟ سي. فيقول لك ايه؟ لو قدر ليك انك انت تفقس مريض اكيوت فايرال هيباتايت سي هو في الاكيوت ستيج، ممكن تدي انترفيرون، بس الكلام عليه على مستفهم. هذا راي من الاراء، انما يعني اعتقد في فيروس وهمي اسمه هيباتايت جي، يعني اكتب عنه كده، ده ممكن مثلا كده زي MCQ لو حد يعني ينتشر فيه، انما ما حدش يسالك فيه قوي. طب ايه الهيباتايت جي يا عم؟ الاجابه تقول له ايه؟ جي مين يعني؟ ايه جي؟ حرام عليك، انت ما عندكش اولاد؟ مش كده؟ بص يا عم، في جراح اسمه جي بي، مش جي بي بتاعنا، جي بي هو اسمه كده، ليه حروف اسمه. اكتشفوا فيه فيروس، فيروس غريب عامل هيباتايتس، فسموه جي بي فيروس، فسموه على اسمه، حاجه جميله. وبعدين لقوا الجي بي فيروس الايه ثلاث انواع، في نوع ايه وبي وسي، يعني في جي بي فيروس اي، جي بي فيروس بي، جي بي فيروس سي. حط دايره على جي بي فيروس سي واكتب جنبه كده كلمه واحده، شبه الهيباتايت سي في كل حاجه، بس مش هقول اكتر بقى من كده. يعني استنى بس، يعني هو بينتقل اللي هو سي فاريانت، هو الهيباتايتس اللي هو هيباتايتس اللي هو جي بي اسمه جي بي جي بي فيروس سي كاتيجوري سي. لقوا ده شبه الفيروس سي اللي احنا بنتكلم عنه، بينتقل بارنترال وبيطلع له سي انتي بودي وبيجيبه من البي سي ار، وساعات بيجي له برضه انترفيرون وكلام هذا القبيل. المهم بقى في الاخر رجعوا قالوا ايه؟ بص بقى رجعوا قالوا ايه؟ قال لك اصل الحقيقه اختلفوا. قال لك الفيروس ده هو جم بعد فتره، قال لك الفيروس ده على فكره ما بيعملش حاجه، والدفاع الانزيمات اللي بيحصل معاه غالبا لان بيبقى معاه اديشنال هيباتايت سي اصلا، يعني هما طلعوا عين ابونا وخلاص عرفوها. فبالتالي يعني ايه المعلومه كده، مجرد معلومه تسمع الفيروس جي، والله ليه في فيروس اسمه جي
كده وفي نوع منه سي فاريان شبه بيبقى سي. كان بيقول ان هو ما بيعملش حاجه وهم قالوا بيعمل وبيرجعوا قالوا لا والانزيمات بتزيد معاه عشان مع فيروس سي وكلام فارغ ودي هتبقى على كده ماشي يا عمي. تعالى بقى نخش كمان في حته بعد كده طبعا في تايبس اف اكتب جنبه ديمان اكتب مين يا عم طول شويه يطلع لك فيروس بقى يرف بعد كده. في بقى فيروسات اللي هي النام الباثوفوبيك فيروس الكلام ده كله اكتب كده عليه انظر انظر ايه الانفكشن. احنا في عندنا شابتر انفكشن هناخد كل الفيروسات دي بالتفصيل لان دي كلها خلي بالكم الحاجات دي بتوصل على حاجات كتير ممكن سيف سي بي سي انفكشن نوزس بتعلم السي ام بي علم على اللي هقول عليه لما اجي اقول لك علم يبقى فاكر مش عايزين اكتر من كده علم ان هو بيجي امتى السي ام بي خلي بالكم امتى السي ام بي يا اولاد يعمل هيباتايتس في الاميون كومبرومايز بيشنز ده هو السطر السطر الثاني تحت علم على علاجه بالجان سايكلوفير جان سايكلوفير بس انا فاكر اسم الدواء هو الهيرب السيمبلكس فاكرين مع سايكلوفير ده جان سايكلوفير حلو كده. واكتب برضو ان هو بيتشخص سي ام بي بص حبيبي اهو الماركر اهو ايه الماركر طب قولوا انتوا بقى ايه الماركر خلص بقى مش قلنا اي سي ام اي فيروس كده سي ام بي فيروس انتي بودي I G M و I G G يقول لك إيه الماركر مش هو فيروس أنتي بودي I G G I G M خلاص. عندك يا جميل infectious mononucleosis هتروح كاتب جنبه علم علم إن هو إبشتاين بار فيروس وجنب إبشتاين بار فيروس برضو اكتب برضو في منه الانتي بودي اي جي جي واي جي جي من الوايروس. على فكره المرض ده ربنا نسمع عنه ايه اكتر سيمبتوم في المرض ده العين يشتكي منها يجي يقول ايه فايوه جدع سورس المرض ده قصته هنفهمها لسه بعدين. وعلمني بس على الاختبارات اسمها ايه فاكرين فول بانل تيست مونوسكوب تيست. طب الحاجات دي ايه قيمتها بالنسبه لنا الاي بي سي كيو هات الاي بي سي كيو بيبقى فيه لازم ايه لازم يلدعك كده في كام حته يمكن الاي بي سي كيو هو كام سؤال 150 زي هنا 150 تعمل حسابك في 100 حلوين في 50 زفت لازم على ولا الكلام ده ما بيحصلش بيجوا بقى في ايه في حتت معينه عندنا بقى ايه العمليه الزباله برضه بس عارف العيال اللي هو مركز قالي صح ومركز ويايا مفيش حاجه تعدي منه مفيش الا اذا كان السؤال ده ناقص وغلط لان برضه في مشكله خلي بالك وضع اسئله الام سي كيو في بلدنا السؤال نفسه بيتحط صعب غلط خد دي كاسه ثانيه ليه؟ يجيبوا الاسئله من الكتب الاجنبيه ويلعب في السؤال فانا لما بلعب في السؤال انا بيتهيأ ان هو واضح زميلي لما يجي يبص فيه يقول لي مش واضح خلي بالك دي حاجات جميله احنا عندنا حاجات جميله الكلام ده بيحصل في كل حته على فكره مش هتعرف يعني مفيش كده امتحان يقول لك ايه ده في 8 ولا 9 ام سي كيوهات السؤال غلط او السؤال يحتمل اجابتين ما بيحصلش الكلام ده اجابتين بس اه انا بقول لك يعني السؤال مش مظبوط ولا انا غلطان بيحصل ولا ايه عشان بيلعبوا في طب يا جميل في بقى اللي هو الهيرب السيمبلكس علم عليه ان هو بيرفع الترانسامينيز جامد وعلمني بس على كلمه واحده اسمه اسايب مش هو اليلو فيبر فيروس ده فاكرين البتاع اللي
ناموسة اللي كابتن هيروغليفا اسمها ايه؟ تينوكليس مش عارف بقى ايديس ايجيبتاي مش عارف يلا هرب فاكرين الناموسة دي؟ هيروغليفا طبعا ده لو عدى لها بحث انديميك اريا وكده ممكن تخيل بقى من الام سي كيو يجي يقول لك مين الفيروسات اللي بتعمل فيرال هيباتايتس بص كل دول تعالى بقى خش تعبت وانتوا طبعا هم بدأوا يتبعوا الحاجات اللي انا قلتها هو فرق عميق مش كده؟ اه لازم عارف ايه اللي بيفرق كمان جامد قوي؟ الاكل ولا ما انا قلت لكم الميه دلوقتي في ناس قاعدين دي هايدريت بس مش شرب كلاوي كان راح البيت تريح ساعه اتغدى وتريح ساعه زي ما قلت لك ساكت نام شوية نام شوية هبقى لكم على MCQ resources أنا هعمل لك معايا حاجات بس أنا بحب برضو الطلبة يبقى مفتحين على العالم ما في الناس المحترمة بيجيبوا كتاب الفلاني أنا ما بحبش أعمل MCQ معلن أبدا أي دكتور اللي هي ناس MCQ معلن ان هو فين هارد فين هارد ازاي ايه تعشي الدكتور ينازل ام سي كيو كده معلن قدام الطلبه كده ومعطول للناس لو عايز تنزل بس هو كله بيوصل فبالتالي انت لو جايب الكتاب بتاعك روح ايه مخوزه كل العلم شوف الطلبه مذاكرين من ده طب تعالى ما ينفعش ما دي غلط دي اخطاء بتحصل تخلي الدنيا تبوظ طب خش بقى على الكرونيك لايتس مش هنطول عليكم عشان يعني الكرونيك دي بايتس ما تقدروش بس على فكره انا عايزكم بقى تعملوا حركه معايا اذا سمحت انا عايز اعملها من بكره ارجوكم يعني عشان الحصه برضو يعني ايه انت بتيجي في الاخر خلاص بتجيب جاز عشان ده ايه ممكن انا وانت بتجيب جاز كده ممكن اروح تديك 15 دقيقه بس ما ادهولكش في البرانش اللي هو المين برانش فانا دايما متعود على طريقه كده في كتاب اسمه جنرال انا قلت لكم عليه هو بيسموه جنرال ما اعرفش ليه هو كده هتلاقيه ما في المكتبه هتلاقي كتاب برضه ازرق وهتلاقي مكتوب عليه ايه فيفر تروبيكال ديزيزز فيتامينز امينولوجي ثيرابيوتكس هو حاجات جنرال احنا مش بناخده كله بس هو فيه حاجات مهمه بيتهيألي احنا بدود مهم مش كده ولا دود مش مهم دود فرازايتس انا بقول لها غلطان عندكم دود ولا لا؟ عندكم ده برضه عندكم بس هم حاطينه في جي اي تي صح لما كنت مش عارف تلاقي فيها دول تلاقي فيه الانفكشنز مونونيكليوزز بروسيلا الحاجات دي بس عرفت ممكن يجي لك بروبلين بروسيلا بروبلين تايفويد انا مش عارف كده فجيبوا الكتاب ده اذا سمحت اذا سمحت تمام اخر كل حصه اقول لك خلاص كده يا دكتور طلع الشنطه اروح تجيب ايه؟ اروح خبط الدوده خد الدوده بتاعت النهارده بعد ما نخلص الشنطه يعني ده هو احنا مش هنستعمله كله اصلي هو في حاجات مش مهمه قوي يعني بس في حاجات رئيسيه بعد ما اخلص الجزء اللي هام في الشنطه ويخلص اروح جايب مع اللي هو الكتاب اللي بعده اللي هو بيجي في الاخر ده كده السايكاتري بقى خليه السورس بتاعكم مش الاسم نازل كتاب
مش نازل كبير ولا حلو صغير؟ صغير. طبعا انا عايز حد فيكم يجيب لي كده عايز ابص عليه. ليه؟ عشان انا برضو بنعمل برضو هتلاقي العيال خلاص بقى بالكولابس الاخر. انا اقول ايه بقى؟ طلع بقى السايكاتري هديك الايه؟ انا انزايت. وانا بتكلم في السايكاتري الناس كلها بتقول صح يعني يصحى من السايكاتري الكلام دي ها يبقى صريح. ايه؟ بس انا عندي المذكره بتاعتي مش عارف عمل ازاي كده. فطبعا انا مسكت الكتاب ده طلع خصلان كانت مذكره كده بتاع 50 ورقه كده وحتى مش فاكرها كلها. كلهم الحاجات المهمه يا اولاد انا هديها لكم اللي هي مطلوبه سواء ده او ده مش ان شاء الله. فسبته بقى ايه؟ هل تقدروا بكره تجيبوا الجنرال ولا تخليهم الحقيقه يوم الاثنين؟ بكره 7 ولا 2 القصه الثانيه ان شاء الله في الطريق بس انت عايز كده عشان هتضرب على فكره مش طبيعي مش هتطول الكرونيك هيباتايتس معناها انفلاميشن في الليبر بارينكما هاتوا الجنرال معاكم بكره عشان بس نبدا كده ناخد شويه حاجات كده. ده كلام بص عارفين الجنرال ده ايه اللي هو حاجات بتاخدوها في ثالثه ورابعه كلام سنه جدا جدا بعيد ايه بيجي دايما وانت في الاخر سنه مش فاكره. كرونيك انفلاميشن في الهيباتيك بارينكما اكثر من 6 أشهر. خلي بالك الكوزز زي ما انت شايف في فيروس بس يعني الفيروس بقى حلو البي والسي وساعات البي مع دلتا لكن الهيلة دراجز بتعمل كرونيك زي الالفا وزي الدوبا والاي ان اتش حضرتك. وطبعا جاب الفا مثال دوبا او الاي ان اتش دي بتبقى عاده في الجيست بس ما تفكرهاش ده دي بتبقى بروبلم بيجيب بروبلم تيبروكلوزيس وخد الاي ان اتش وعادي وبدا في الانسمنت تعلى ويدخل الجيست مع الليبر خلي بالك. وبعدين في اوتو اميون هيباتايتس مكتوب في الديفينيشن اللي فوق بيقول لك ايه؟ بص خبرك من المعلومه دي بيقول لك ايه؟ الفيرال هيباتايتس الكرونيك هي اشهر سبب للسيروزز والهيباتوما في العالم كله. يعني انت بتبقى عارف كده انك انت لما تشوف عيان سيروتك او عنده هيباتوما تاكد ان ده كان عنده كرونيك هيباتايتس بي او كرونيك هيباتايتس سي. الحقيقه في نوعين من الفيرال هيباتايتس اللي هي الكرونيك الكرونيك هيباتايتس مايلد 4 وسيفير 4. ايه المايلد ده؟ المايلد عارف انتوا فاكرين اللفظ ده كان في حاجه زمان اسمها ايه؟ كرونيك ريزيستنت هيباتايتس كانوا بيقولوا كده زمان. وكان النوع السيفير كان السيفير كرونيك اكتف هيباتايتس ده اسمه قديم. دلوقتي بنقول ايه؟ مايلد 4 سيفير 4. طب ممكن بقى تقول لي ايه المايلد 4 ده؟ وعارف العيان ده عباره عن ايه؟ بص يا دكتور بص العيان ده ايه؟ اكيد جاله اكيوت هيباتايتس وليكن بي وليكن يعني بعد اكيوت هيباتايتس لازم تقول ايه؟ كان صاب اكتيريك كان صاب اكتيريك وفي الوقت ما خدش باله وبعدين جه الواد بعد 6 7 شهور سنه الواد ايه بقى؟ بقى يحس كده ان هو ايه؟ يا اخي مش عارف انا كسلان ليه كده؟ انا مش نشيط انا تعبان انا هبدان
خلاص كده هو خلاص مفيش حاجه خالص. تيجي انت بقى هنا يا ترى بقى هو لما يروح للدكتور هنا هيكونسيدر الكلام ده ولا لا؟ لو هيكونسيدر هينفستيجيت. مفيش يبقى ممكن يجي باي لاك اللي هو الاكزامبل اللي في المربع. ايه الاكزامبل اللي في المربع ده؟ مثال بيقول لك ايه مريض عنده الحكايه دي موجوده عنده كرونيك هيباتايتس مايلد فور بس اسيمتوماتيك فهو راح يعمل عمليه كاتاراكت كتير بقى كده. فطبعا بتاع البنك لازم يعمله ايه ليفر انزيمز وليفر فانكشن حاجات زي كده. فالراجل لقى ايه مايلد إليفيشن للترانسامينيز. تعال يا ابني نشوف حكايتك انت ليه عندك الترانسامينيز عالية. بس عايز اسال سؤال انا كيف تثبت ان دي كرونيك؟ عارف ايه لازم تتابعه 6 شهور. هي اللي زمان دي عالية من امتى يا ابني؟ معرفش يا دكتور لسه عامل تحليل الاسبوع اللي فات معرفش. هتفضل تتابعه عدى انا هعتبرها ان هي عاليه النهارده مش قد ايه واستنى 6 شهور برضو عاليه. انت كرونيك يا ابني عندك حاجه كرونيك هيباتايتس غالبا خلي بالك هو ده الكومن اللي احنا بنشوفه. مكتوب بقى عندك شويه ايه حاجات كده بس انا عايز احط كلمه ازودها. بص مكتوب هنا عندك ايه مكتوب هنا الترانسامينيز مايند انهبيشن مش كده وبعدين المريض بيبقى سيمتوماتيك الاذر انفستيجيشن اكتب جنب كلمه اذر انفستيجيشن بص مي بي نورمال يعني ممكن بعض انفستيجيشن بتبقى نورمال يعني مثلا الماركرز ساعات الماركر كده تلاقيه مش واضح يعني مش عارف. ففي الاخر انا هلاقي نفسي ايه بص هلاقي نفسي واقع في الجمله اللي مكتوبه كده على ايدك اليمين ان الجدع ده عنده ايه بريزيستنت اليفيشن في الليفر انزيمز والقصه ان اكسبليند احيانا. فانا انتهت ايه بسبب الانزيمات اللي وضعها انت عارف لو جه الفايرال ماركر بوزيتيف خلاص يعني حاجه كرونيك لايتس بي او سي. لا مش واضح ساعات احيانا مش واضحه ساعات بنلجا نعمل ايه ليفر بايوبسي. طب السؤال بقى ايه السؤال؟ يبقى ده واحد ما بيشتكيش اتفاز بالصدفه يبقى انا لازم انا امسك الناس دول همسكهم ازاي بقى؟ هديك على الشمال تكه بسيطه تكه بالطبع patient complaining of خلي بالك هذا الكلام مريض complaining of بيشكو من ايه؟ بيشكو من فتيك عنده نوع من الفتيج عنده وصف فتيج بس بيجيلي عليهم كتير قوي يا دكتور انا مش عارف تعبان وعمدان وتكتب برضه ايه فتيج وفي diminished activity. انا دكتور انا نشيط يا دكتور اصلا بس مش عارف ايه طبعا انتوا عندكم الحاجات دي موجوده صح؟ الفتيج وعندكم الاكتيفيتي بتاعت الجسم قليله ليه؟ تحت الاستريس اللي انت لان احنا عندنا المنظومه التعبانيه في مصر ممله وفيها ضغط بيضغط عليك ضغط عليك. التعليم بره ممتع بالذات الطب تستمتع. طب العيان ده تعمل له ايه انفستيجيشن؟ هو بص بص المريض هيخش عليك في العياده يقول لك يا بيه انا تعبان وهنام كويس يا دكتور ما تعمليش بقى تحاليل كده يعني اشوف الحكايه دي تعمل له ايه بقى؟ روح راصص شويه حاجات كده بس ما تعملش كتير عشان ما ايه برضه المبلغ يعني هتعمل له ليفر انزايم وتعمل له عشان افقس الليفر ده وبعدين تعمل له ايه؟ كرياتينين. احنا بلدنا مليانه كبد وليفر كبد وكلاوي يلا كبد وكلاوي يعني الكلى بايظه في الشعب والليفر بايظ وبعدين تروح عامل له سي بي سي دي اسمها روتين انت
الانفستيجيشن بس حاجه بسيطه يعني ازاي سي بي سي يعني احتمال يطلع انيميا احتمال مش كده حاجات كده يعني. وايه كمان يا دكتور اللي هو ايه بلاد شوجر بلاد شوجر وتروح رازعه بقى بالمره ثايرويد بروفايل اللي هو ايه 3 3 3 4 3 3 4 تي اس اتش بس ده كده اكتب دي تحاليل مبدئيه. في طبعا بقى واحد يقول لي لا يا دكتور انا بص بقى عايزك تعمل لي اللي هو الفحص الشامل فرشح لي مستشفى اعمل فيها فحص شامل. يعني ايه فحص شامل؟ يعني مثلا ممكن يروح مثلا القصر العلمي الفرنسي عشان شخص تخصص او بلاش في مستشفيات برايفت حلوه الفحص الشامل ده ايه بقى دكتور يعتمدوا ايه بقى يعتمدوا سي بي سي وكيمياء الكيمياء يعني ليفر فانكشن وكيدني فانكشن وصوديوم وبوتاسيوم وإي سي جي واشعه صدر ودكتور بطنه يكشف عليه ودكتور اعصاب ودكتور انف ووزن مش عارف مين ورانه بيعمل كل باكج على بعضه كده. مثلا في مثلا ساعات حاجات بتعمل ساعات ب 40 جنيه وساعات مستشفى بتعملها ب 500 جنيه وساعات اكتر يعني بالمنظر ده اوكي ده جميل جدا طالما هو طلب كده بس انا عايز اوفر عليه. يبقى دي حاجه مبدئيه الحركه دي هتطلع بلاوي منك. ده انت طالع عندك انيميا ده انت كده كده عندك تلاته ده انت الانزيمات تخرب بيتك ده انت عندك ديابيتس مليتس وانت مش ده يبقى انا ايه ممكن اسال هو ده لان هذا المريض المايل فورم هيباتايتس مش هيخش عليا انا عندي مايل فورم هيباتايتس بيشتكي شكاوي فيك لان المرض مش مأثر عليه بحيث انه باين علامات ان في جون مفيش كلام ده بقى خالص. طيب هنعمل لاب هنلاقي اللاب زي ما قلنا مكتوب عندك مايل انيبيشن ممكن تعمل بايوبسي. البايوبسي بقى بص ايه بقى حتى لما ارسم لك شكل الليفر الشباب هبل انتوا ضاربين حصه الصبح كويس يعني مفيش حصه الصبح في الجو في الليل اظن في الشده اولاد الحصه الصبح ده بتنزلوا من البيت والدنيا مضلمه صح؟ اه مدينه ضلمه طريقتوا ايه؟ البنات ازاي تعملي مش الشارع الدنيا اه حد يوصلك عشان الدنيا مش شغاله برضه هاتوا ستريت 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 على فكره اديله واحده في وشه بص الليفر كأنه ما فيش حاجة كأن الليفر ايه ما فيش حاجة شوية انفلاماتوري سيلز في البورتال تريم الليفر اركيتكتشر كله بيرفكت عشان كده العمليه بسيطه لا مش حاسس بحاجه. وطبعا لو عملنا البايوبسي ده طبعا خرجنا كده بتجيب له واحد بايوبسي بتبقى قرار يعني صعب شويه بس اكتب على البايوبسي ان هو يعني زي ما تقول ايه نوت سو اسينشال يعني ممكن انا مش بيني وبينك الناس بقى الانجليزي والدكتور الانجليزي يقول لك ايه لازم اعمل بايوبسي مش هنعرف فيه ايه انا بيني وبينك انا حاجه تخوف بقى اعمل بايوبسي اخوان اعرف ايه الموضوع ده يطلع فيه مثلا ساعات يجي تعمل بايوبسي تلاقي مثلا ايه ده طلع كفر وفجلون اللي هو مرض اسمه ايه ويلسون واخد بالك انت ازاي كده يعني حاجات بقى تفاجئ بحاجات ثانيه ما علينا عملنا الحاجات دي. انا هنا لما يطلع بقى البايوبسي ده والانفستيجيشن تروح قايل له ايه؟ قول له كلمه جميله عشان العيان تبقى عيني غلبان خلاك المريض يبقى غلبان يا دكتور هتقول له ايه؟ مبروك ده طلعت العينه نتيجتها جميله خالص مبروك يا عم كلامك ايه؟ اصلا حد يقول لك انزل من عندك خافف وتلاقي الزبائن تيجي لك بقى طالع كده على السلم تلاقي الزبائن بيغني على السلم. Don't let me sound like that.
تيجي بعد كده العلاج نمبر 1 ريأشورنس، يعني طمن المريض وقول له يعني دي حاجه بسيطه خالص. وطبعا انت قول له دي بص تقول له كده يقول لك انا عندي ايه، قول له دي التهابات في الكبد بسيطه قوي وعلى فكره هي من زمان ومش عامله مشكله. في واحد تاني بص انت عندك التهاب كبدي مزمن، نفس المعنى بس واحد تاني يعني اللفظ بيقول حتى راجل كده راجل بيكشر بيدي كلام وش انا مش رايح له تاني اخوك خلاص انت كده خسرت الزبون. بعد كده هتعمل له فولو اب. بعد كده افويد هيباتو توكسيك دراجز، خلي بالك حضر الضرب مفيش حاجه تانية. ممكن بقى تحط كده كلمه اسمها ايه يا دكتور، ضيف بقى كده دواء اسمه نقول ايه هيباتيك سبورت، سمعت عن الهيباتيك سبورت؟ اكتب بس هيباتيك سبورت وخلاص دلوقتي اللي هو زي مين؟ مين الهيباتيك سبورت اللي انتوا بتسمعوا عنه دايما كل اهالينا عماله تاخد فيها اللافه؟ سيلي مارين، اسمع دواء اسمه سيلي مارين اكتب فيه من بص على فكره طب ما هو مكتوب يبقى انتوا مش مصحصحين. قول لي مكتوب سيليمارين، السيليمارين ده اسمه ايه في السوق؟ في بقى ايه ليجالون، بتاخد ليجالون. في مثلا تلاقي فيه في السوق فيه ادوات كتير بقى هيبا ماكس، هيبا اكتب الحاجات دي يا ولد اكتب عشان مستوصف يا لما انت اصل بص ايه بقى بص ايه لازم تعرف. انا مؤمن بدي لازم اعرف الاسامي التجاريه بتاعت الادويه تاخد ايه حاجه. هيقول لك ايه؟ هيقول لك اللي جالون، اللي جالون ده ما تعرفش تاكد الجديد اللي بتاعه كده ايه يا دكتور هيبا ماكس. في مثلا ده اسمه ايه ليبر البومين بيسموه كده، كل دي ادويه اسمها ليبر سبورت. في مثلا حاجه اسمها ايه هيبانوكس، خد بقى الصبح بقى اسامي لما تسمع الالفاظ اللي شبه دي هيبانوكس، كل دي عباره عن هيباتيك سبورت، لا حاجات بتحسن الليبر فانكشن بتخلي الانزيمات تقل شويه. لكن بصراحه تقول الحاجات دي بتعمل حاجه يا دكتور والله مش عارف بصراحه اسمها حاجه ونفقعه ايه انتي اوكسيدنت. ايه الانتي اوكسيدنت اللي تعرفه في السوق برضه؟ ها؟ ممكن فيتامينز بس احنا ساعات ايه يعني بصوا واضح اللي هيبا نوكس ده في سيليمارين من كلمه هيبا نوكس انتي اوكسيدنت في نفس العلبه. في دواء في السوق انتي اوكسيدنت رائع ده ممكن تكتبه ده لبابا كده ولا لماما انتوكس. في دواء اسمه انتوكس ده انتي اوكسيدنت ومتابعة بقى وبتاع ويفضل بقى يروح للدكتور كل شهر كل 3 اشهر كل 6 اشهر ومتابع ومتابع. ساعات بقى المريض ايه مرة واحدة تلاقي العملية ضربت معاه. من ضمن الحاجات اللي انا حاطط لها كمثال ان هو هيباتايتس بي بس نط عليه دلتا، يقول لك يا دكتور ده الانزيمات عيني انت مش عارف ايه دي اللي ضرب، تيجي تعمل ماركرز وبتاع تلاقي الدلتا راح ناطط على البي وعمل له فلير اب. تمام؟ حته صغيره كده يا حبيبي ما حدش يقول لي تعبت ولا لا؟ اصفرك حته كمان هل ممكن
الانزيمز تبقى نورمال في المايل فورم هو ممكن ومش هتعرف. نفسها بص العيلة ومشتكيش الانزيمات مش عالية وانا حلقة قلت فاهم العروف ان الناس اللي ماشي في الشارع دي سلام هل انت الوقت تستطيع ان تكسب ان الليبر بتاعك طبعا احنا بنشوف بلاوي واكسيدنت كبير العيال بالذات اللي بيخش المستشفى يعمل ايه يعني مش عارف يعمل ايه واحد لك ايه يا دكتور انا جالي بتاع الهوترين الكولي فظيع والله يا دكتور بعدين رحت اعمل مقاس صوتي عشان المغص الكلى ده اهو فقالوا لي ده الطحال متضخم كان عندي حصوه لا على جنب بس عندي سبيرين دي جديد وقالوا لي الكبد متليف طبعا لا مش تبصر يا ابني طبعا لازم تتلايم المايل فور لو ألم إلى السبير فور اللي احنا داخلين عليه دلوقتي هيقلب في كل الكلام يعني 10 سنين 15 سنة دي ناس على فكرة عندها مايل فور من أهو طول عمره عنده ولا في أي حال خالص الحياة زي ما كل انسان بقى ربنا بيديك الدوز بتاعتك يعني هي دوز اول حته صغيره جدا نطلع نجري بس المغرب مش بعيد دلوقتي انا بصوا اقعد كمان 13 دقيقه 13 دقيقه والله مش هكمل 18 شوط اكتر خلي بالك عشان هعمل لكم امتحان مفاجئ. ايوه هتطلع ورقه وتكتب عليها اسمك وتكتب عليها رقم تليفون ابوك والعنوان عشان الاعراب تروح على البيت احضر حالة بص الاعراب احضر حالة ابنك في خطر احضر فين مش هقول له راح اسال طيب السيبير فورم بقى اللي هو يا دكتور تعنيف شويه بص بقى بيوصل لايه بيوصل من مايل اسيبتوماتيك كيس خالص الى ان يصل للقمه ممكن تقول لي ايه القمه بتاعه الكرونيك ليفر ديزيز هو يعني هو اخر الكرونيك ليفر ديزيز هترس عليه هترس على ليفر سيروزز والليفر سيروز بيشتق منها بورتال هايبرتنشن وليفر سيفيريا وهيباتوما في الاخر دي القضيه هو انت فاهم يعني اللي هو عنده ليفر سيز ده هيبقى ايه في الاخر؟ هيخش الليفر سيفيريا تلاقيه يبتدي يخس وبقى تعبان وبقى جوندس ورجله وارمه وجسمه خلاص وبدا يجيله ميتاتيسيز فاريسيز وبعدين يجي ايه فجاه يقول لك ده جاله هيباتوما يعني هي دي القصه فممكن تبقى مايل اسيمتوماتيك لحد ما تبقى فرانك كيس لان هو ده المرض اللي هيوصلني لليفر سيروزز وما يتبعها. اول حاجه فيتشرز اوف هيباتايتس بس بص بقى جميل دي فيتشرز اوف هيباتايتس بس كرونيك هتلاقي المريض بقى ايه؟ ممكن يبقى عنده شويه جوندس ممكن يكون عنده بين فرايد هايبوكوندريام وانلارج تندر ليفر ممكن يكون عنده برضه خلي بالك شويه كونستيتيوشنال سيمبتومز يعني يقول لك انا عندي سخونيه انا عندي هيدك انا عندي ماليز حاجات زي كده فانا طبعا الراجل يقول يا دكتور انا عندي في كده عين مسكره وبعدين عندي الم تفحصوا كده ده ليفر انلارج ده تندر شويه لو جريد فيفر عندك هيباتايتس بس شكلها مش اكيوت شكلها كرونيك هاديه بقى لها فتره طويله دي نقطه تيجي انت بقى هنا يا دكتور تيجي تبص على المانيفستيشنز دي هتلاقي المريض بقى ممكن يغلب بعد كده ليه لو الموضوع بقى مستمر خلي بالك يا اولاد الكرونيك هيباتايتس دي في يوم وليله
تبقى سيروزيس؟ لا، بتلاقي عارف انت ايه، ساعات تيجي تعمل ليفر بايوبسي هتلاقي الليفر في جزء كرونيك هيباتايتس وجزء دخل في سيروزيس. عشان كده ايه مكتوب بقى ان ممكن يخش فيتشرز اوف سيروزيس زي ليفر سيلير وزي بورتال هايبرتنشن. طيب الكرونيك هيباتايتس ايزر تبقى فيرال او اوتو اميون على طول. الفيرال بي وسي، فبص بقى الفيرال بقى ليها مانيفستيشن ساعات بتحصل معاها اللي هو ايه عندكم مكتوب اميون كومبلكس وليفرايتس. دي هنا بتحصل كتير هنا. ليه بقى؟ الموضوع كروني، كل ما الموضوع كروني يبقى انا لايبل لكومبليكيشنز. ومخصوص وهتلاقوا مطلوب حاجه اسمها ميمبرنس بوليفرايتس مع البي واكل برينو بوليفراتيف بوليفرايتس مع السي. وساعات بيجي لهم بولي نيروباثي زي ما انا قلت. فانا عايز اكتب سطر واحد معلش هتحبكم مش عارف لما تشوف منكم انا حاسس ان انا معطل. اكتب بابا اكتب على الشمال كده الهيباتايتس سي تؤدي الى كرايو جلوبولينز. انا قلت لك شويه تعمل ايه كرايو جلوبولينز. الكرايو جلوبولينز ده هي انتي بودي بتنشط في الفيترو يعني درجه الحراره دي بتؤدي الى اعرض من برين بروليفراتيف جلوبولينز. يحب قوي يقول لك هو الفيروس سي بيعمل ادي جلوبولين فلاكس. يا هناخدها بقى في الكروج من برين الكروج ازاي؟ عن طريق هو بيعمل كراي جلوبولين. برافو عليك انت كويس. دي نقطه. لو هي بقى اوتو اميون هيباتايتس بقى، بص بقى دي بقى لو هي اوتو اميون هيباتايتس بقى هتلاقي المريض عنده حاجات برضو اوتو اميون. الثايرويد يا اولاد لو كانوا بقى كل امراض الثايرويد معظمها اوتو اميون ثايرويدايتس كان معاه مثلا جريفز. ادي بقى قوي دي ادي بروبلم من التلازين هقول لك عليها. وايه كمان بقى بيجي معاهم كمان اوتو اميون هيموليتيك انيميا حاجات غريبه جدا. فهنا معلش برضه نحط بروبلم سطر. عارف ليه بقى؟ عشان اي بروبلم لما نيجي نحل بقى العشره البروبلمز بقى في السوق كله هيتحلوا. هتلاقي كل بروبلم ايه ده؟ ده الكلام ده انا عارفه. اول ما بقرا البتاع انا عارف ايه اللي انت بتبتدي انت بقى تبص في الصراحه. هيجيب لك كيس اوف ايه؟ بص كيس اوف جونتس وانلارج تندر ليفر خلاص كده ومعاها ثايرويد انلارج بس. في يقول لك ايه الموضوع؟ ايه اللي جاب ده بعدها؟ كيس اوف جوندس لارج دنتال ليفر حلو والثايرويد لارج. واكتب الاس جي بي تي عالي يعني الراجل اللي خلص معاك قال لك ايه؟ الليفر فيه التهاب. طب ايه بقى الثايرويد دي؟ الثايرويد ربنا خلقها امراضها باستمرار اوتو اميون. باستمرار بتبقى ايه؟ اوتو اميون. طب اوتو اميون مع الليبر يبقى الراجل ده عنده ايه يا ولاد؟ اوتو اميون هيباتايتس. ده تشخيص هو عارفه. انواع بقى الاوتو اميون هيباتايتس في تايب 1 تايب 2. تايب 1 لو تفتكروا كان ليه اسم زمان كان اسمه ايه؟ ليبويد هيباتايتس. خدناها في الباثولوجي سنه. هتقولي ما خدناهاش، افتح الكتاب هتلاقي. بس كان بيعدي منك كده. ليبويد هيباتايتس اللي هي فيها بوزيتيف اي ان اي. فيها بوزيتيف اي ان اي انتي نيوكليير انتي بودي. اسمه كده الاي ان اي ده اللي هو مين يا ولاد؟ انتي نيوكليير انتي بودي. في انتي بودي غريب كده مش لازم نتكلم فيهم دلوقتي لان الانتي بودي هنفهمها في اوروماتيزم.
اسمه ايه؟ انتي سموز ماسل انتي بودي. يبقى دي اسمها ايه بقى جميل؟ دي اسمها الاميون ماركرز، الاوتو اميون ماركرز. دي مش بقى يعني دي مش فايرال ماركرز. خلاص عشان السؤال النوع الثاني في A و B. النوع A في كلمة كده LKM. الـ LKM ده اسمه Liver Microsomal، اسمه Liver Kidney، اسمه كده Liver Kidney Microsomal Antibody. حاجات غريبة شوية مش حاجات يعني تفهمها. وإيه تاني؟ النوع اللي بعده SLA. SLA اللي هو Soluble Liver Antigen. فأنت عشان ما تنساش بقى النوع الأول اكتب عليه جنب ايه؟ ان اكتب عليه انا بالعربي انا. والنوع الثاني ايه؟ هتكتب جنبه لكم. لكم بالعربي صح ولا لكم؟ واللي تحتيه جنب اس اللي ايه اكتب ايه؟ معلش سلامي. يبقى النوع الاول، بص الاول انا، انا الاول، وبعدين لكم سلامي، عشان ما تنساش الموتو انتي بودي. ليه بقى الحته دي بقى يعني بتخلي الراجل يعني يتبسط منك على طول؟ واحنا ايه هدفنا؟ ان احنا نبسط السيد المبتحن. لازم ينبسط. بص بقى السؤال، والعيال طبعا نقصوا فيه كتير بسبب الغباء. فحط السؤال على شمال سيادتك، بيقول لك ايه؟ How can you diagnose liver diseases؟ بص كده by markers. فالهال فرحة قوي الله. هيك بقى ايه؟ هيباتايتس A كذا مرض، هيباتايتس C مرض، هيباتايتس A B مرض، وسي ام في، وفرحوا وبقوا يجروا في الشارع طايرين من الفرح. طب وفين الاميون ماركر يهبل يا عبيد؟ هو كاتب لك فايرال ماركر لو رمزه يعني ده خبر ابيض قعدوا في الارض يعيطوا. يعني يا جماعه يبقى الايه؟ يبقى الماركرز اثنين، فايرال وضميون. ألا اللاب انفستيجيشن وشاول البيوبسي عشان هكذا القرب السليم ما يروحش تروح تأتك الجوهر مكان بعين تقوم تتعشى وتنام برضو مكان تصف تقوم الصبح تصف وتنام برضو. في قاعدة مهمة جدا لطلب كلية الطب، يلا فينا نام عشان ننام، يلا فينا ننام عشان نقوم ناكل. ايه الانفستيجيشن ايه بقى يا جميل؟ لا ده اللاب بس، شوف بس عشان ننام. اول انفستيجيشن اللي هي ايه؟ الانزايم اس جي بي، اس جي بي هتبقى مرتفعة. بص عند ايه بقى هنا؟ فبقى دروك بس ده ايه؟ سيبير فور. فالارتفاع مش هيبقى لاين اليفيشن، لا بيبقى عادة من 3 و 5 فولز. يعني ايه؟ من زمان كده تلاقيها مثلا ايه؟ بص هنا 120 130 90 حاجات زي كده. تمام؟ دي نمبر 1. طيب ايه رأيكم في السيروم البومين؟ ممكن يبقى نورمال؟ لكن لو الحلقة ادفانسد لان ده مرض كرونيك. ايوه مش كده ولا لا؟ ايه السيرم البومين هيبقى عاده نورمال الا اذا كانت الحاله سيفير وادفانسد. يعني ممكن يبقى عندي كرونيك هيباتايت وسيفير فورم بس ماي ليفر ستيل كومبنسيت. لما الليفر بقى خلاص يبدا الالبوم يقع. يا جماعه خلي بالك. وكذلك اكتبوا جنب الالبوم برضه هات الاستاذ كده عشان ايه؟ اما اديها لكم. بص هو كده
سيرة قلبه كوما في آخر الصف بيقولوا إيه؟ وكذلك البرسوم من طيب. والبرسوم من طيب برضو هيبقى إيه أولاد؟ إن شاء الله نورمال. لما لقيه برولونجن يبقى الحالة إيه؟ يبقى الحالة إيه؟ مش لطيف. يبقى أنت بتعرف الليفر فانكشنال ستيت في الأكيوت هيباتايتس بمين؟ لا جاوبه بقى لحسن هعيد الحصة وقفل عليك الباب عادي نعرف أو حامل الباب عليك وعيد. أنا بعمل كده اللي عنده acute hepatitis بنعمل الفانكشنال state of the liver بعرفها بمين؟ الالبومين ولا الثرومبين؟ الثرومبين يعني الالبومين بلوك أفضل. الكرونيك الالبومين ممكن ويجيب الثرومبين الاثنين. الماركرز بقى خلاص انا عارف ان هو كرونيك هيباتايتس تقريبا. طب الماركرز ايه؟ لا فايرال لا الكوليك. هطلب الفايرال ماركر بتاع الفيروس بي بتاع الفيروس سي واطلب بقى الاي ان ايه والانس موز ماسل والال كي ام اكتا والال كي ام والاس ال ايه وهذا كده عشان اقول لك ايه الماركرز اللي انت هتعملها. وتروح انت ناسي هي كرونيك جابت له كل الفيروس ماركر ويا ويلك بقى لو حطيت الماركر ايه فيروس ايه هتضرب بالجسم. انت مواظب ان احنا بنتكلم في كورونيك هيباتايتس انت مش فاهم كمان ليه تكسور صح ولا لا. يبقى تحط الماركر بي ام سي وحاطط الاوتو اميون ماركر اصل هو يعني ايه لما تعرف اكتر من كده بس عشان يبقى احنا بكره ان شاء الله على ساعتنا الميل ونص. بص يا اولاد بصوا عشان تبقوا عاملين حساب انا ما بعتذرش على الحصص خالص. ممكن ماكسيموم حصل بلوك حصل حاجه اخر سنه ده مش كومن عشان تبقى عارف برضه نبقى حريصين. بس هو بقى انا بعتذر على الارض اللي انت بصرف